حياك الله حسين أبو علي. نعم أم علي تفضلي يا أم علي. أي السلام عليكم. وعليكم السلام حياكم الله بارك الله بكم. السيد هاي الام بي 3 حلو بالوالي. شنو؟ ام بي 3. ام بي 3 يعني شنو؟ الصوت القرآن؟ يعني القرآن؟ ها الأدعية وزيارات قراءة القرآن. يستفاد مني لو لا؟ يسمع نحكي؟ الميت؟ بلي. هل الموتى ينتفعون به او لا؟ موتشي؟ بلي. خدمتكم خدمتكم حياكم الله. زين أم علي تقول قراءة القرآن في المقابر هاي الحاطين هاي الشرائح والفلاشات اللي تقرأ قرآن وأدعية، هذه الموتى ينتفعون بها؟ في واقع الحال قراءة القرآن على القبور هناك روايات أن الميت يأنس بقراءة القرآن على قبره. هسه هذا الأنس، هذا الأنس أنس الميت بقراءة القرآن على قبره، لابد أن واحد يقرأ أو حتى لو كان أجهزة إلكترونية. بعض الأعلام قالوا هذا الأمر في واقع الحال فيه إشكال. يعني شنو فيه إشكال؟ يعني يمكن ويمكن، كلمة فيه إشكال يعني ربما ينتفع وربما لا ينتفع. ولكن أنا أشوفه جدا مهمة، إن أنا اللي أزور المقبرة، أنا اللي أزور الميت، لما أسمع صوت القرآن وصوت الأدعية أنا أنتفع، وهذا أمر طيب وإن شاء الله تعالى يبقى ويتطور. حسين تفضل يا حسين. عندي مستقرب 1,000,000 دينار من واحد توفى. أبو علي حسين من البداية، من البداية تفضل، من البداية. اقرضت 1,000,000 دينار. اقرضت؟ ايه ايه. والواحد توفى. بلي. هل يجوز أرضي مثل مواقف حسينية أو أسوي على أنفق الحسينية أو أعطي واحد فقير له؟ لا، هذا الواحد اللي اقترضت من عنده عنده أهل ولا ما عنده أهل؟ عنده أهل، بس أهل يعني هم من أول بداية تاركين شالوا. ما يخالف، عنده أهل لو لا؟ بس سؤال، عنده أهل؟ عنده أهل. واضح، أنا راح أجاوبك لأنه عنده أهل، راح أجاوبك جواب اللي يبين شنو وظيفتك الشرعية الآن. راح أبين شنو وظيفتك الشرعية. حسين يقول أنا اقترضت من 1,000,000 دينار وهذا الرجال توفى، هذا الرجال توفى، والآن شو أسوي؟ أروح أنطيه للفقراء، أنطيه للأيتام؟ لا 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 لا، هاي 1,000,000 دينار في ذمتك تنطيها إلى أولاده وبناته وزوجته، إيه عائلته، تروح تعطيهم إياها، تقول أبوي هاي مال أبوكم. يقول سيدنا ذولا ما كان يحبوه، هو مبتعد عنهم. يبتعد أو لا يبتعد، إذا مات الإنسان ماله لورثته، ماله لورثته، ما يحق لك تتصرف يا أبو علي، ما يحق لك تتصرف بهذا المال، لازم تطي لورثته أولاده وبناته كلهم تقعدهم، يقول بوي هاي 1,000,000 دينار لأبوكم، قعدوا قسموها بيناتكم. واضح؟ جيد. أما تسوي ثوابات كذا ما يحق لك، ما يجوز، يوم القيامة أولاده يقفون أمامك. الأخ وسام تفضل يا وسام. مولانا كنا بقيت عراق الجيش السابق وندخل الإدامة للمشاجر في الجيش السابق، فأخذت من بجيش عراق السابق، فأخذ السير حمالة مال بندقية وعلب تنظيف 2 في ذاك الوقت. أخذت علبة شنو؟ تنظيف، علبة مال تنظيف سلاح، سلاح إيه إيه 2 وسير حمالة مال بندقية جل الطبيعي ظاهر هو. زين إيه، وهسه هذا العلب راحت والسير موجود عند الحمالة، شنو حكمها من قبل السقوط هذا؟ ما هو حكمه؟ شكرا يا أخ وسام على اتصالك وأشكرك على اهتمامك، إن شاء الله أبين هذه المسألة، مشكور. وسام يقول كنا في الجيش السابق ودخلنا في المشاجب وأخذنا بعض الأدوات من المشاجب وهي لا زالت بعضها عندنا. هذه أمانة في يدك يا أخ وسام، هاي أمانة، أمانة بيت المال للمسلمين وبذمتك. إن شاء الله إذا تحسنت الأمور، ما أدري شو وقت تتحسن وشو وقت تنضبط
وش وقت السرقات تنتهي، هاي تبقى أمانة. يوم اللي تتحسن أمور وتصير أمور مضبوطة تسلمها إلى الجهات المسؤولة، أما الآن تسلمها رح تنباك طبعا. لا، شو وقت ما تنضبط الأمور وتبقى أمانة في يدك، أمانة في يدك. واضح حبيبي؟ جيد.